كيدايرين بخير؟ لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا بخير على خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الطاجين ديال اللوبيا طويله ولا اللوبيا شعره، كل واحد شنو تيقول ليها. صراحه كتجي زوينه بزاف. دوزنا نعطيك المقادير. عندي درت مع طريف غير ديال الملج ديال الغنمي، عندي حبه ديال البصله مويان، ما كبيراش ما صغيراش بزاف، عندي ثلاثه ديال الدروس ديال الثوم، عندي شويه الملح، الراس ديال السكين ديال البزار، عندي معلقه عامره ديال السكينجبير، ونص ديال سكين ديال خرقوم عود، عندي كاس فيه النص ديالو غير شويه بالزيت بلديه وزيت رومي مخلط، ولكن كاس غير صغير ماشي كاس كبير. كما شفتوا عندي اللوبيا صراحه راه جديده كما كتشوفوا، طريه زوينه. عندي الحامض الخضر، عندي جوج حبات ديال مطيشه، الا كانوا كبارين غندير جوج، الا كانوا صغار غندير ثلاثه. ندوز تيغيكم ان شاء الله نحكوا البصله ديالنا الثومه ونرجع معاكم. البصله هنايا في هذه البلاصه كبيره، دابا غنحكوا هاد ربعه ديال الكروس ديال الثومه، من بعد ما كملت البصله غنحكم هنا حتى هما، يعني في حكاكه صغيره. دابا من بعد ما حكينا البصله حكينا كلشي، غناخد الكوكوط ديالي اللي غندير فيها اللحم. كي تشوفوا اللحم غسلتو، درت اللحم ديال الغنمي، وغادي نزيد عليه هذه البصله، غادي ندير هاد من بعد ما درت اللحم كما تشوفوا غادي ندير هاد البصله. طبعا غادي ندوز باش نطحن نحكو عاود مطيشه، ندير هاد الزيت ديال المشعل في البوطه، وندير هاد العطريه ديالي كلها. دابا ندير هاد الماء غير باش تشحل، نزيد لكم البوطه باش تكون قريبه. دابا نخليها تشحر ونرجع معاكم. دابا من بعد ما حكيتو في الحكاكه الرقيقه هاد جوج حبات ديال مطيشة، دابا غادي نزيدهم فوق من الحيمه يتشحروا مزيان. ديالي تشحرات مزيان، دابا غادي ندير عليها هاد اللوبيا ديريكت كيف تشوف قطعتها، ودرت طريف صغير ديال الحامض، غندير الماء اللي غيطيب ليا فيه هاد اللوبيا. دابا غادي ندير اللوبيا، بسم الله كلشي راه كيعرف كيفاش تقشر اللوبيا باش تحيدو ليها الخيوطه ديالها من الجنان. درت الطريف كما قلت لكم ديال الحامض، غنزيد الماء كافي اللي غنطيب فيه اللوبيا، درتها مع اللحم قد قد باش يلا يلا طيب مع اللحم. دابا نسد الكوكوط ديالي صافي ونرجع معكم من بعد 30 دقيقة ونرجع لها. دابا غنحلو الكوكوط، دابا غنحلو الكوكوط، هتشوفو اللوبيا ديجا طابت، عندي راس ديال السكين ديال الكمون كيما شتو، غير شوية الكمون ماشي بزاف، غير شوية ديال الكمون غادي نديرو الفوق هكا نرشو، وعندي واحد ماتشة الحك معلقة صغيرة ديال ماتشات الحك، هادي اوبليجي صراحة هي كتلدد هاد المريقة. دابا غنعاود نسد عليها شوية
تشعل عليها البوطه. غنبقى مره خاصها تشرب ليا المريقه. دابا ندوقوها على حساب الملحه واش مزيانه ولا لا. كنقدم لكم اللوبيا ديالي، ها هي وجدات، درتها باللحم. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. خلي غير نقول لكم بالصحه والراحه والى اللقاء. Thank you.